اهلا وسهلا بيكم ومكملين معاكم في مطبخ ست البيت، وهنعمل مع بعض فريك بالطماطم بس، وهنعمل كمان سمك بالخضار. دلوقتي اول حاجه هعمل الفريك. هبتدي اسخن الحله وهحط فيها زيت تمام كده. انا هسيب الزيت شويه لحد اما يسخن عشان اما احط البصله بسرعه تخلص بسرعه. هحط البصله تمام كده. انا عايزه بس البصله ايه يبتدي صوتها يطلع. تمام. هجيب الطماطم احطها. انا عايزه بس الطماطم تبتدي تنزل العصير بتاعها. هقول لكم بقى انا عملت الطماطم ازاي. انا الطماطم قشرتها النهارده باني حطيت شويه ميه سخنه، حطيت فيهم او ميه مغليه، حطيت فيهم الطماطم لمده دقيقه، وبعد كده طلعت الطماطم وغسلتها بميه ساقعه. تروح القشره فاصله هتشديها، تروح القشره طالعه لوحدها، وبتبقى الطماطم كمان هنقول ايه طريت وبقت مهريه شويه. الطماطم كده بدأت ايه تنزل العصير بتاعها. هروح حط عليها الفريك. تمام كده. طبعا الفريك انا كنت غسلته ونقعاه شويه في الميه. الفريك بنغسله ازاي؟ طبعا في عندنا انواع كتير من الفريك. في الفريك اللي بيجي في اكياس جاهز، وفي الفريك اللي تشتريه السايل. عامه في الحالتين الاحتمالات ان يكون في زلط او حاجه. الفريك بتجيبي بولتين، بولة الأولانية هتحطي فيها الفريك وتحطي عليه مية وتدعكيه بإيدك، المية هتلاقيها معكرة تدلقيها وتحطي مية تاني لحد ما المية تبقى صافية. بعد ما المية تبقى صافية تبتدي تشيلي الفريك بإيديكي من الطبق تحطي في طبق تاني، وآخر حبة تحت في آخر الطبق من تحت ما تاخديهمش، لان هما دول اللي بيبقى فيهم زلط او تراب او اي مواد مش عايزاها، اي حاجه بتبقى مش عايزاها في الفريك. تمام كده. انا عايزه بس اشوح الفريكه تشويحه صغيره. دلوقتي هتبله الاول، احط الملح وفلفل. ادي الملح وادي فلفل. في ناس بتحب تحط بهارات تانية، او في اوقات تانية انا عامة بحب احط قرفة. النهاردة مش هحط القرفة، النهاردة هحط ملح وفلفل بس. هحط المية.
أنا محتاجة كوباية مية، تمام كده. هحط كمان عندي هنقول ايه، لو رب الطماطم او لب الطماطم، لو قلب الطماطم اللي هي الحته اللي فيها البذر والسائل، هحطه. هقلبه كله مع بعضه كده. دايما مفيش حاجه ترميها في الاكل. احنا الاول احتاجنا نستعمل الطماطم نفسها من غير البذر بتاعها، وبعد كده استعملنا البذر في نفس الاكله، بس ده ليه وقته وده ليه وقته. انا هزود حبه ميه صغيرين علشان حاسه انه محتاج. تمام كده. دلوقتي انا هغطيه، هو بدا يغلي، انا محتاجه بس الغليان ده يزيد واحده، وهنقله من العين الكبيره على العالي، هحطه على العين الواطيه واوطي عليه. الفريك لما بيستوي بيستوي زيه زي الرز، عايز نار هاديه. ننقله ورا وهديله تقليبه بعد ما انقله. مش قادره اقول لكم ريحه الفريك حكايه. دلوقتي هبتدي احضر الوصفه الثانيه. هشيل ده من هنا. هجيب لانشا، هجيب دلوقتي السمك، السمك طبعا انا جايبه سمك فيليه قشر بياض. السمك اللي انت تحبيه هاتيه، اللي يريحك تجيبيه. دلوقتي هقطع السمكه كل شريحة، هقطعها لشرايح تكفي أو تبقى مقاسها معقول. كده ادي انا هحط دلوقتي السمك كده. هجيب الليمون وهحط ملح، ملح وفلفل وبودرة ثوم. ادي بودرة الثوم وادي الملح وادي الفلفل. كل طبقة هحطها كده. ادي اللي بعدها هعمل نفس الحكاية، ليمون ملح وفلفل وحبة بودرة ثوم. أنا ما استعملتش الثوم المصحح علشان مش عايزاه لما أجي أقلي السمك يبقى فيه كلاكيع وتقوم تعمل تتحرق وتبقى طعمها مش حلو. ادي الملح ادي الفلفل وادي الليمون. كده يبقى انا تبلت السمك. كل اللي انا محتاجاه ان انا هسيب السمك، المفروض نسيبه كده لمدة نص ساعة،
يقوم السمك يتبل من التتبيله اللي احنا حطيناها، ياخد الطعم منها. هبص بصه، هنشيل ده من هنا وابص بصه كده على الفريك اخباره ايه. انا لسه الفريك هسيبه على النار وممكن نطلع فاصل وارجع له.